سنة صباح الخير. بونجور. كيفك؟ جود جود جود. ماشي الحال؟ تمام. يعني أنا أهم شيء يعني بدنا نحكي اليوم إنه الإنسان بس يتعود أو يكون عنده عادات يومية بيتعاطف فيها مع اللي حوالين، كان أهلهم، كان مرتهم، كان شريك أو الأم، البي، الإخوة وزملاء بالعمل، أوقات خلص هي هي عادته، هي تعاطي، أوقات بيكون سلبي، أوقات بيكون بغضب أو بخوف أو بقلة ثقة، كل هالأمور بتودي لمشاكل وللبعد بين الاثنين. بالبداية بدنا نبلش هيك نعددهم من الأول للآخر، نرتاح لما نكب اللوم على غيرنا. أوكي. شو بتقولي؟ أول شيء نحن اليوم عم نعطي الخلطة السحرية لتخريب أي علاقة من خلال التواصل. أيوة. يعني أي شيء بنعمله من هون أنا بضمن لك أنه رح تخرب العلاقة. العلاقة كانت صداقة أو كانت شريك، أي نوع من التواصل. نعم. ونحن بحالة تواصل دائم، أنا بحالة تواصل مع البشر، مع الله، مع حالي، دايما عم نحكي. نعم. أوكي. هذا التواصل لوين ممكن ياخدنا إذا تركناه يروح بهذه الاتجاهات؟ نعم. بلشنا بقصة اللوم، انت زعلان من شخص معك بالشغل، وحدة متخانقة مع جوزة، مع خطيبة، ولاد زعلانين من اهلهم، هون انا في شيء زعجني. نعم. لما انزعجت اول خطوة بعملها لحتى اربح هذا الفشل، بحط كل اللوم على غيري. اوكي، وبشيل كل القصص اللي انا عملتها اللي ممكن هي اللي وصلتني، بشيل كل مسؤولياتي. نعم. It takes two to tango. نعم. يعني إذا ما في شيء بيخلق لحاله، ما فيني أحط كل المسؤوليات على الشخص الثاني. نعم. وأنا ما غلطت. يعني أنا عم بحكي بحط المسؤولية أو اللوم على الشريك أو على الصديق أو على زميل العمل، عم بحكي أو على فرد من أفراد العائلة. يعني بكل هول الحالات اللي عم نحكي عنه. تاني حالة اللي هي ليش، بس خليني أقول ليش، ليش؟ لأنه أنا هون بيريحني هذا الموضوع. نعم. بحس أنه أنا ما عندي شيء أعمله، شلت المسؤولية عن حالي. نعم. يعني أنا لما بشوف الموضوع مزبوط وبعرف أنا وين غلطان وباخد مسؤوليتها، والشخص الثاني وين مسؤول وبياخد مسؤوليتها، قديش بتنحل القصص؟ نعم. أكيد. نعم. الخطوة الثانية اللي بنقوم فيها هي منفتش على أشخاص قراب منا واسئين فيهم أنه هن من يمنا أو من حدنا، لأن نشكيلهم على شخص ثاني، على الشريك، على الصديق، ويخلون يبرروا لنا، ويمكن هن التانيين الشريك اللي بده التبرير مش نحن. كيف بتصير؟ اوكي، انا زعلت من هذا الشخص وبلشت تفكر انه هو غلط وهو عمل هيك معي وهو ظلمني وهو قهرني، بعدين بدي اكد هاي المعلومه، شو بروح بعمل؟ لا. بروح عند اقرب ناس لإلي، والناس اللي بيقولوا لي دايما معك حق، مع اللي بحبونا بيشوفوا معنا حق. أيوة. سو بنروح لعند هول الاشخاص نحن وبنقول لهم عمل لي هيك وسوى هيك، معك حق. طيب ايه، ما حلوين، ما شوف شو عم بيعملوا معنا كمان، حرام. هن من محبتهم. حلوين. هن من محبتهم. اجي اشكيلي كثير معي حق، بس اشكيلي كثير ما معك حق. معك حق، وكمان مش انه بس هيك، وبتتذكر وقت اللي عمل هيك. أو نكمل. اكيد معك حق. اكيد اكيد معك حق، بقول عم بيخربوها على الاخر. طبعا هيدي كمان البهار اللي عم ينرش. نعم. تاني شيء، بعدين بترجع انت على بيتك. نعم. ثالث مرحله. نعم. بنصير نفكر ونحلل. اوه، عم نحكي بيور اوفر ثينكرز نحن. نعم. اوكي. كيف تحضر لك شي موفي؟ نعم. اول مره ورجعت حضرته ثاني مره وثالث. نعم. مره ايه، يعني ثالث مره لا، ممكن احضره مرتين اذا حبيته كثير. اوكي. او اذا ما فهمت قصص فيه. يعني بثاني مره بتحضره بتشوف ديتيلز ما شفتها اول مره. صحيح. اوكي. نحن هيك شو لها علاقه؟ نحن انا هاي الفكره صار معي هذا الاكسيدان. نعم. وقال لي هيك وقلت له هيك، وبلش بعيد الموفي براسي. نعم. وبطلع ديتيلز ما كنت منتبهت لها لتثبت انه انا معي حق. انه هل لها شيء علاقه بالانسان يكون بارانوياك هون؟ يعني جزء مش بارانوياك مرضي. كيف يعني بارانوياك؟ بارانوياك يعني مفكر كل العالم ضده. اكيد هذا عنده اياها اقوى من غيره، ما هي نحن عنا اياها ليفلز. نعم. اوكي، سو هون وقت اللي انا عم فكر. نعم. ورجعت تذكرت ورجعت ولعت. نعم. شو بعمل؟ بروح بواجهه للشخص. نعم. انت عملت هيك، انت سويت هيك، انت غلطت معي هون. هون وين صار المشكل؟ بالبيك. نعم. اكثر شيء ممكن يوصل له. بتصور هتلر كان بارانوياك؟
ونجح. هن الزعماء اغلب الزعماء بيكون بارونياك لينجحوا بالهجوم لانه بفكروا غير بلدان ضدهم وبيهجم. هي المشكله القوه، القوه دائما بتربح. وهلا في كتير بلدان بارونياك كمان وزعمائهم قاده الحرب. طيب هون وقت نستسلم ونقرر بدنا ننتقم او نقرر بدنا ننتقم، هاي اي افضل بطبيعه البشر؟ نعم. بطبيعه البشر عم اقول لك هول بيصيروا معنا. الفكرة بين انه نعرفهم وما نكون عارفينهم، رح نكفي بحياتنا مثل ما قلت بالاول، مثل ما معودين رح نكفي، لا يصير معنا شيء وجعنا لنغير. اوكي. لا تقرر تغير بده يكون صار معك اكسيدان اذاك بشي مطرح. اوكي. هون بتقول لا انا عندي مشكلة بدي اغير، اليوم بيكون صار عنا وعي، هاي المراحل ممكن تقطع معنا واسمهم كانسر تراك بالكوميونيكيشن بي علم نفس التواصل. نعم. هو اللي اسمه كانسر، يعني اي شيء عم بيصير معنا بدي انتبه انه عم بيصير. بالنسبه للاستسلام او الانتقام، اوكي اي احسن؟ اي احسن هو انه نسلم، انه نفهم اول شيء انه انا اللي عم فكر فيه فكره مش ضروري تكون مزبوطه. أوكي. يمكن تكون هاي فكره براسي، يعني هو لا هي ولا هي، الحوار المهم انه واحد يعمل هو حوار. مش هو اول شيء بس اقول انه الانتقام عملوا دراسات لانه هيدا شيء عن جد بيصير. والانتقام بيعطي سعاده. لا انا بحس اللي عنده جوا حقد جواته بده ينتقم هو اللي بيتعب. هو بيتعب. نعم. بتعرف مثل اللي عم ياكل سم وناطر اللي زعله يتصمم. وهو اللي عنده سلام داخلي هيدا الشخص بيكون انسان مرتاح. في شيء كتير حلو سمعته، قال إذا حدا كرهك ما بيربح. ايه. إمتى بيربح؟ إذا أنت كرهته، لأنه أنت لما بتكرهه عم تكره حالك وعم تدمر حالك. صحيح. سو هاي مشاعرنا لإلنا مش مرتبطة بالشخص الثاني. نعم. الانتقام بده يصير، أوكي ممكن ينتقم، نقول أنا بقول بتكل على كارما، بتكل على الله ينتقم. نعم. لي بتريحني او انا بعمل اكشن. خلينا نسميهم. فاذا في عنا من كب اللوم على غيرنا، عنا من نبرر لنفسنا، بنلجأ لشخص نقعد نحكي له ونشكي له حتى يبرر لنا. الاستياء والمواجهه كمان موجوده، بتكون بنفكر انه بنصير نقعد نحلل الامور ونصير بنروح فيها للأسوأ. وديتيلز وشغلات بامور مش لازم، يعني ما بدها شيء بتكون شغله كتير بسيطه، او بنستسلم او بننتقم. هودي الباد هابتس، يعني العوايد الخاطئه والسيئه يلي ممكن تخلي العلاقه تنتزع، تتدمر، بتكون يمكن ما بتستاهل تتدمر. كيف فينا نتخلص من كل هالعادات هيدي؟ هل قادرين نحن لحالنا نمرن حالنا نتخلص، ولا اللي عنده هالعاده رح تبقى عنده؟ اوكي. عادة لتغير عادة أول شيء بدك تكون مقتنع فيها. نعم. مقتنع أنه هاي العادة غلط، هاي أول فكرة، عارف أنه في مشكلة. أوكي. لما بتعرف في مشكلة بتقول بدي غير. التغيير بدماغنا لتغير عادة بده كتير وقت. بس أنت بتعرف أنه كل شخص بيعمل بيعرف أنه هيدي عنده إياها غلط وبيضل مكمل فيه. مرات ما منكون عارفين أنه غلط لأنه دماغنا بيفكر لحاله وما منكون منتبهينه. مثل ما قلبك بدأ كل الوقت، دماغك كل الوقت هاي شغلته يفكر. سو او بتخليه تعطيه وقته ليفكر ويغوص بالايموشنز، لانه هون كلهم بنحكي عن ايموشنز. نعم. انت مزعوج، انت مستاء، انت بدك حدا يسبورت لك، كلها مشاعر. نعم. اوكي. طب هاي المشاعر لما بحطها على الطاوله، يعني انا بالنسبه لي لبلشت شو تغير معي من وقت ما عرفت هول التفاصيل، انه صرت اقول هاي الفكرة يمكن صح يمكن غلط. اوكي. هاي بتخفف عنه، يعني قبل كنت تكون مأكدة انه فكرتي صح حتى اروح اتأكد من اصحابي ولا اروح ولا افكر فيهم، وعرفت بعدين صرت اقول لا فكرة هاي يمكن تكون صح ويمكن تكون غلط. هذا الشيء بهديني، بعدين بتصير بتشوف الاشياء على الارض. لازم نطلب مساعدة اخصائي بسيكولوجي. لما بكون اسمه اخصائي، يعني بدل ما انا تاخذ معي الاشياء يعني شيء لك كل حدا له دور. بما انك حكيت عن هذا الموضوع كمان عم يجينا كثير هجوم على اللايف كوتشز. خليني احكي دقيقه بس مين نحن. اوكي. الانسان نحن كلنا بحاله اكتشاف دائم على الكون، على العالم، على الحياه. اللي نحن فيها. اكتشفنا الاكسجين، اكتشفوا الاكسجين، اكتشفوا كيف منستعمله،
اكتشفوا الجاذبية ما كانت موجودة، ما كانوا يعرفوا الوقت، الكواكب وعلم الفلك. بعدين اجى عمو فرويد قال الأمراض مش كلها جسدية، في أمراض نفسية. بس أنا بدي لك شغلة، في هجوم على اللايف كوتش من الأطباء النفسيين 100% والبسيكولوج، درسنا سنين وسنين وسنين الطب، مش ليجي لايف كوتش هو اللي يعطي النصيحة أو العلاج. رح أقول بس نحن مين اليوم، لأنه كل شيء عم يتطور كتير بسرعة، وصلنا للبرمجة اللغوية العصبية، بعدين نعرف انه كل شيء عم نعيشه نفسي موجود بدماغنا بالسبكونشس. انا شو بيشتغل اللايف كوتش؟ بيشتغل على الدماغ، على العقل، في باترن معود عليه دماغك انت، معتقداتك انبنت اول سبع سنين. البسيكولوج بيشتغل على العقل كمان، البسيكولوج بيشتغل على النفسيه، على التروماز، على الامراض، يعني في كل نحن ما خصنا بالامراض. عكل انا خلص وقتي لان بس الموضوع بحكى في كثير. ثانك يو لك سنا، ونحن وياكم بتمنى تكون الكل علاقات ظابطه، وقد ما فيكم تبعدوا عن العادات السيئه.